صبحي اللي متواجد طبعا دكتور اشرف، بنقول لك الحمد لله على السلامه. في البدايه اللي شايفين جلسه بين الكابتن محمود الخطيب وحضرتك ويمكن كل المتواجدين في دعم فريق النادي الاهلي، النادي الاهلي بيمثل مصر في هذه المباراه، ممكن نقول ايه وممكن نقول ازاي على التامين والتنسيق كان عباره عن ايه يا اشرف بيه؟ اولا انا فعلا كنا موجودين في جلسه معالي السفير اللي بشكره جدا، ومن خلاله بشكر وزاره الخارجيه وعلى راسها معالي وزير الخارجيه على الجهد المتواصل في الحقيقه ما قبل الوصول وما بعد المباراه الاولى على هذا المجهود الدبلوماسي في الحقيقه. وكمان بشكر يعني كل المسؤولين في الشقيقه دوله تونس على هذا التفاهم الكبير، ومن خلالهم بنشكر الشعب والجمهور التونسي وايضا الجمهور المتحضر جدا المصري في المباراه. الحقيقه اللي كانت مباراه فيها نموذج للتشجيع فقط للكره وفقط للفريق، وايضا استضافه الجمهور التونسي في المباراه كانت يعني كل الاجواء كانت بالنسبه لينا يعني حاجه جميله ومحترمه. كمان يمكن معانا الباشمهندس هاني رئيس اتحاد الكوره ومعالي سفير مصر في تونس ومجلس الاداره، ان شاء الله كلنا نتمنى ان شاء الله الرجوع بهذا العرس الافريقي، نتمنى الاداء الممتاز اللي بيعبر عن الكره المصريه ومن خلال النادي الاهلي، نتمنى كل البعثه ترجع سالمه غانمه. ان شاء الله كمان احنا بنستقبل المنتخب التونسي الاسبوع القادم اكيد على الرحب والسعه واهلا وسهلا، ودايما الرياضه المصريه والكره المصريه وممثلها في هذا الملتقى وهذه النهايه يعني الفريق نادي الاهلي بما له من اسم وثقل، نتمنى لكل الفرق المصريه ونتمنى للنادي الاهلي ان شاء الله الرجوع بكاس افريقيا التاسعه. شكرا لك يا دكتور، بس يمكن في نقطه مهمه وحضور كبير جدا من جمهور نادي الترجي التونسي، يعني الجانب التاميني حضرتك اكيد طبعا انا عارف ان في تامين على اعلى مستوى، في تنسيق على اعلى مستوى، بس اكيد طبعا حابين نطمن الناس من خلال حضرتك الامور التنسيقيه والتامينيه ايه اللي اتكلم فيها دكتور؟ والله انا اقول لحضرتك يمكن لقائنا مع يعني معالي وزيره الشباب والرياضه ومعالي السفير التونسي في القاهره ولقاء دوله رئيس الوزراء اللي بنشكره يعني واتصال على اعلى مستوى يعني من مجلس الوزراء للتواصل يعني واهتمام دوله رئيس الوزراء المصري، دي كلها اجواء ما قبل المباراه وتواصل بشكل كبير مع معالي السفير المحترم سفير مصر في تونس، يعني دي كلها حاجات مدلولها المقابله على اعلى مستوى في من المطار، روح الاخاء اللي موجوده بشكل كبير، اكيد بنتوقع والتوقع 90 دقيقه اكيد هيبقى في جماهير كتير اكيد هتشجع، حميه المباراه ان شاء الله تكون بس سقف حميه المباراه ما يكونش حاجه تاني، وده اللي احنا بنتمناه. احنا بنتكلم النهارده الصبح قبل المباراه نتوقع ان هتكون في تشجيع يكون في حميه، اكيد يعني لاعبي النادي الاهلي على قد المسؤوليه ان شاء الله مش هينجرفوا لاي استثاره، الهدف واحد بعد 90 دقيقة نسلم على بعض، الروح الرياضية تكون موجودة، وزي ما قلت وبأكرر تاني نطمن بصراحة كل حاجة يعني احنا موجودين وعايشين في بلدنا التاني من المقابلة. في الحقيقة كمان كان لازم أكون موجود بشكل أو آخر وكان لازم كلنا نبقى بالشكل ده، ده مش كل يوم في نهائي أفريقيا وبتاريخنا الكبير جدا لهذه المباريات. أخيرا كلمات بسيطة لعيبة النادي الأهلي قبل المباراة دي دكتور أشرف صبحي، ممكن يقول لكل لعيبة النادي الأهلي؟ أنتوا مش بتمثلوا نفسكم، أنتوا بتمثلوا النادي الأهلي وبتمثلوا مصر، ودي حاجة كبيرة جدا.